يقولون أن المدينة التي لا تطل على بحر ليس بها حياة. أهلا بكم في سر جديد من أسرار البحر. أن هذا الكائن الجميل بشكله اللطيف وألوانه الساحرة مخلوق خطير وشرس للغاية. نجم البحر مخلوق معقد وغريب، رغم أنه مخلوق بدائي نوعا ما. هو حيوان لا فقاري ينتمي إلى شوكيات الجلد، يتكون من قرص مركزي يتفرع منه عدد من الأطراف المتشابهة في الحجم والشكل، فيظهر في شكل نجمة رائعة تتحرك في الماء. نجم البحر مغطى من الأسفل بأنابيب دقيقة يستخدمها في الحركة والالتصاق بالأسطح لتثبيت جسده على الصخور ومواجهة الأمواج والتيارات القوية، ويغطي جسده من الخارج صفائح صلبة يخرج منها أشواك يستخدمها لأغراض الحماية والدفاع عن النفس. على الرغم من أن نجم البحر يمتلك معدتين متطورتين، إلا أنه يفتقد الدماغ والجهاز العصبي، كما أنه ليس له وجه، ولكنه يمتلك عيون تقع على رؤوس الأطراف تجمع المعلومات البصرية الكافية التي تمكنه من التحرك في الاتجاه المناسب. والغريب أن جسد نجم البحر لا يحتوي على نقطة دماء واحدة، وإنما يعيش عبر ضخ المياه المالحة في خلايا الجسم، وهي التي تمكنه من امتصاص الغذاء والأكسجين والسوائل الضرورية الأخرى. يشعر البشر بالمتعة عند مشاهدة نجم البحر بألوانه الزاهية وبشكله الغريب، ولكنهم لا يعلمون أن خلف هذا الشكل اللطيف هناك قاتل شرس قادر على التهام أنواع عديدة من المخلوقات البحرية حتى وإن كانت من نفس الفصيلة للحصول على الغذاء. يتغذى نجم البحر أساساً على المحار، وقد كان هذا بمثابة لغز للعلماء لأن أصداف المحار محكمة الإغلاق ومن الصعب فتحها، إلا أن نجم البحر ينقض على المحارة ويلصق أقدامه الأنبوبية على مصراعيها ويستمر بين الشد والجذب إلى أن تتعب المحارة وتستسلم وتنفتح الصدفة، وهنا يخرج نجم البحر المعدة الأولى خارج جسده إلى داخل صدفة المحار ويحيط بالأجزاء الرخوة ويحولها لسائل ويخضمها ويسحبها إلى داخل جسده، حيث تستكمل المعدة الثانية عمليات الهضم والامتصاص. من عجائب نجم البحر أيضاً أن لديه القدرة على التحول من ذكر إلى أنثى أو العكس حسب الاحتياج للتكاثر، كما أنه يستطيع تجديد خلايا جسده واستبدال الأطراف المبتورة بأخرى جديدة بالكامل، ولذلك يستخدمه العلماء في أبحاث وتجارب زراعة الأعضاء والمفاصل عند البشر، وكذلك علاج أمراض الربو والجلطات الدماغية. ولا يستخدم نجم البحر كغذاء للإنسان لأن بعض أنواعه سامة للغاية ولا تصلح للأكل.
من أعرق المكتبات المتخصصة في مجال علوم البحار هي المكتبة الخاصة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، واللي احنا موجودين داخلها حاليا. ومعنا الدكتور محمود عبد الراضي مدير المعهد. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. حاليا موجودين في محراب التاريخ، يمكن المكتبة الخاصة بالمعهد من أقدم المكتبات البحرية المتخصصة، واللي يعني بتحتوي على مجموعة من أعظم الكتب المتخصصة في هذا المجال. حضرتك تشرح لنا المكتبة والإمكانيات بتاعتها والثروة اللي موجودة داخل المكتبة. تم إنشاءها سنة 1932 مع إنشاء المعهد، وهي عبارة عن مبنى خشبي مساحته حوالي 250 متر تقريبا. ما تزال المكتبة محتفظة بالطراز المعماري القديم اللي تم الإنشاء عليه. مجموعة الكتب في المكتبة يعني تتراوح العناوين فيها ما بين 35 لغاية 40 ألف عنوان. فيها كل الكتب المتخصصة في علوم البحار وعلوم المحيطات بكل لغات العالم، لأن المكتبة كانت بتستقبل منشورات علمية ومنشورات بحثية من كل دول العالم تقريبا، وكانت بتيجي بصفة منتظمة وصفة مستمرة لغاية عهد قريب، يعني لغاية قبل ما ندخل في عهد الإنترنت. كان ما يزال في بعض المعاهد البحثية بتراسلنا وتبعت لنا البابليكيشن والمنشورات بتاعتها، لكن دلوقتي طبعا بعد دخول الانترنت توقف التبادل العلمي والتبادل الثقافي في المنشورات البحثية، على أساس أن كل المنشورات البحثية دلوقتي بقت متاحة وموجودة على الانترنت. فأصبحت معظم الكتب اللي موجودة في المكتبة خلاص بقت كتب قديمة، خاصة أن احنا عندنا مجموعة من الكتب البحثية القديمة والرحلات البحثية القديمة والبعثات العلمية والمخطوطات العلمية التاريخية، لدرجة أن في بعض الكتب بتحتوي على مسميات لبعض الكائنات الحية مش هي اللي موجودة، اتغيرت المسميات دلوقتي. بالإضافة أن حالة المكتبة يعني أصبحت سيئة للغاية، بسبب أن المبنى خشبي، درجات الحرارة بين الصيف والشتاء بتبقى فروق كبيرة بين الصيف والشتاء فعلا، وبتأثر على الورق بتاع الكتب. وإحنا إن شاء الله يعني يهمنا بالدرجة الأولى أنه يتم تطوير المكتبة وفي أسرع وقت ممكن، لأن المكتبة في ظروف التغير المناخي العالمي وارتفاع درجات الحرارة بدأت يبقى فيه نوع من الخطورة على المخطوطات الموجودة والكتب الموجودة جوه المكتبة. زي ما شايفين كده دكتور، التواريخ اللي موجودة على المخطوطات والكتب في حاجات 37 39 1937 1950، يعني واضح ان كل المجموعات 1890 وفي 1901 و1910 واضح ان هي قديمة جدا قديمة جدا وما عادتش مستخدمة، فهي محتاجة انها تبقى كنوع من الارشيف والتوثيق التاريخي لتاريخ العلم وتاريخ المكتبة في نفس الوقت.
متهيألي الدكتور حامد جوهر كان ليه برضو يعني دور كبير في ان هو يكون هذه المكتبه العظيمه ويستجلب الكتب من جميع الاماكن عشان يبقى دي الثروه اللي موجوده حاليا في البحر. المكتبه اصلا بنيت على التبادل العلمي، لان محطه بحوث الغرداء اول ما بدات وكانت تابعه لجامعه القاهره كانت بتطلع منشورات علميه ومنشورات بحثيه وكانت توزع على مستوى العالم. فنظرا اللي كان ان هو كان في ثراء وكان في تبادل ثقافي موجود وتبادل علم موجود، كنا زي ما بيتبعت لهم من المحطه كانوا بيبعتوا لنا الكتب، وفضلوا فعلا حريصين على ارسال الكتب لغايه فعلا فتره قريبه جدا كانت بتجينا منشورات من بعض المعاهد البحثيه العالميه. اعتقد ان في نسخه اصليه هنا لكتاب وصف مصر موجوده داخل المكتبه، ودي طبعا من الكنوز اللي موجوده هنا يعني بيقتنيها المعهد. بالظبط، احنا عندنا هنا الاطلسين بتوع وصف مصر واربع كتب مدون فيهم، اللي هي الرحلات العلميه اللي عملتها الحمله الفرنسيه اللي هي قعدت في مصر، هم كل قعدته في مصر سنتين او ثلاث سنين، فكان الاطلس تاريخ انتهى كان حوالي 1840 1840 الكتب بعد انتهاء الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه من 1798 ل 1801 وارسل لمصر، هم في تقريبا في مصر كلها حوالي اربع مخطوطات، اللي موجود في المعهد دي واحده منهم. كتاب وصف مصر من أعظم الكتب وأعرق الكتب اللي موجودة نسخة منها داخل مكتبة دكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد حي. دينا فكرة عن الكتاب وأهم الحاجات اللي موجودة فيه. زي ما شفنا كده دكتور، النسخة أصلية خاصة بالأحياء البحرية والبيئة بشكل عام، وتصوير دقيق لكل الكائنات اللي كانت موجودة في فترة الحملة الفرنسية في مصر. حضرتك تقدر تقول لنا إيه تاني عن الكتاب؟ الكتاب طبعا عشان زمان كانت الكاميرات ما هياش بالدقة اللي موجودة دلوقتي، فكانت العينات بتتحط قدام الرسام وكان بيبتدي يرسم بالحبر الشيني بإيده كل الكائن اللي موجود قدامه بتفاصيله. يعني مثلا أنا عندي دوان حاجة اسمها الأكتابودا اللي هي عشرات الأرجل أو ثمانيات الأرجل من الأخطبوط ومن السبية، فكان بيرسم العينة وهي محطوطة قدامه كل التفاصيل. لو دخلنا فوكس بالكاميرا كده هنلاقي تفاصيل الحبيبات بتاعة الأخطبوط باينة، وكان بياخد أجزاء بقى منها، دي جزء من الممصات بتاعة الأخطبوط بيرسمها تفاصيل دقيقة بالظبط اللي يقدر يجيبها. لو قلبنا شوية في الكتاب كده هنلاقي برضه دي مجموعة الكايتونز، الكائنات دي الكائن ده أشهرهم اللي موجود عندنا في البيئة البحرية، وحجمه لا يزيد عن 10 سنتي. فتخيل الدقة إن هو الرسام يقعد يرسم
كائن 10 سنتي بالتفاصيل الدقيقه، يعني اللي اقرب للصوره الفوتوغرافيه من كتر الدقه اللي هو موجود. التفاصيل لما نخش في الكتاب جوه هنلاقي تفاصيل الكاميرا الفوتوغرافيه دلوقتي، يعني هو لازم يبقى تصوير ميكروسكوبي. يعني لو بصينا على مجموعه الديدان الحلقيه هنا هلاقي ان حاجه زي كده مثلا، هو جايب الكائن كامل، وبعدين دي الجزء بتاع الفم، الجزء الامامي مرسوم بدقه بالغه، ودي شكل الارجل، بياخد رجل من الارجل هنا يفصصها زي دي، يعني دي اهي ده الفم بتاعها، دي الدوده الحلقيه، وده الجزء الخلفي، ودي صوره مكبره مش للاهداب بتاعت الرجل. لو دخلنا هنا برضه دي مجموعه الديدان الحلقيه، لو دخلنا قدام شويه دي الاستاكوزا، الاستاكوزا البحريه بتاعتنا الجميله، ده المنظر من الظهر، وده عندي المنظر من البطن. وكل رجل من الارجل دي بيبقى ليها وظيفه معينه مختلفه عن الوظيفه الاخرى، في حاجات للمشي، في حاجات للصيد، في حاجات للفلتره، في حاجات للاكل، في حاجات بالظبط بياخد كل وظيفه من الارجل. ادي رجل وادي مجموعه من الارجل، كل رجل بالوظيفه بتاعتها. هنا في نجوم البحر، منظر للظهر ومنظر للبطن ومنظر للارجل والاداب اللي موجوده جوه. المجلد الثاني برضه هنلاقي فيه مجموعة تانية من الكائنات الأرضية بس مرتبطة نوعا ما بشكل أو بآخر من البيئة البحرية، يعني عندي الخفافيش. لو دخلنا هنا هنلاقي الدقة في الرسم واصلة، لأن الأوعية الدموية اللي موجودة في الأجنحة بتاعة الخفاش والشعرات الدموية باينة. عندي ده أحد الطيور البحرية الصقر، برضه لو عملنا فوكس هلاقي ان الشعيرات بتاعه الريش ذات نفسها والتفاصيل بتاعه الرجل والمخالب كلها باينه. برضه مجموعه من الطيور البحريه. فهو الرسام ما كانش بيركز على السمك او الكائنات البحريه بس، لا الطيور البحريه اللي هنا ده شكل السلحفه البحريه ما بقتش موجوده عندنا في مصر اصلا، قرضت. موجوده فتره من الفترات، وطبعا الصيد الجائر بيأثر على الحاجات. برضو مجموعة من الزواحف المرتبطة بالبيئة البحرية مع التشريح الداخلي، شكل الجمجمة وشكل الأنياب وشكل الفك، بالتفاصيل بتاعة القشور، بالتفاصيل بتاعة الزعانف. يعني هو هنا لو ركزنا على الزعنفة دي بالكاميرا هلاقي إن في فرق باين بين الأشواك، الحاجات التخينة دي الأشواك، ومن بره دي بنسميها الفين ريز اللي هي الحاجات اللي مش عظم، اللي هي الحاجات الكارتيليجنس اللي بتبقى غضروفية. مجموعة من الأسماك، حاجات بقى إيه بعد التشريح، بيوضح لي هنا الهيكل العظمي كامل للسمكة مع الجزء بتاع الأمعاء وهي جوه السمكة، وبعدين لما أطلعها وده الجزء بتاع الجمجمة والفك السفلي والفك العلوي. عمل يعني غاية في الدقة ما بقاش بيحصل دلوقتي. طبعا الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة علمتنا الكسل. هو كم مجلد يا دكتور المكتبة؟ اتنين فقط اللي هم موجود فيهم الجزء بتاع كل الكائنات التي تمت بصله للبيئه البحريه، حتى الكائنات الارضيه اللي بتعيش في المناطق الصحراويه، البيئه المصريه كلها. برضو عبد الراضي قال لي ان هو في عندكم هنا ما بين 35 ل 40 الف كتاب عنوان كتاب مختلفه خاصه بالبيئه البحريه. في هنا عندنا كتب من 1942 او 1943، كل البحثات العلميه اللي طلعت الاكسبيديشنز موجوده عندنا. في كتب كانت جايه لنا من اليابان فيما يخص برضه شغل البحر الاحمر، في الكتاب المشهور لامير روج البحر الاحمر باللغه الفرنسيه، في عندنا حاجات باللغه الروسيه. مجموعه قيمه ما اظنش ان هي موجوده اصلا في اماكنها الاصليه، فعشان كده احنا يعني تملي بنحاول مع دكتور محمود المدير ان هو يعمل لنا مبنى محترم للمكتبه، ونحاول نعمل مكتبه تكنولوجي، لان الكتب الورقيه بص هي متعة انك تمسكي الورق وتحسي بمتعة انك بتقلبي في الكتاب، بس مع الوقت الكتاب بيستهلك فبيبقى مش يعني معرض ان هو للتلف. انما لما يكون الكتروني موجود على الكمبيوتر او على سي دي او تبقى النسخة محفوظة، واللي عايز يستخدمها يرجع ليها في شغله او حاجة، يبقى في النسخة الالكترونية بتبقى سهلة التداول احسن من النسخة الورقية. يعني حاجة زي دي طبعا تراث الحملة الفرنسية ما ينفعش انها بالظبط.
الشكر لكم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله في سر جديد من أسرار البحر.